التواصل يستمر مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء، هكذا يسير على بركة الله وتوفيقه شوطنا 21 الخاص بالإبكار اللقاية المحلية الأصايل إلى المقدمة مباشرة إلى المركز الأول شاهينية سعيد صدام محمد العرياني على مقدمة الشوط، وبينما في المركز الثاني حشيب محمد وسلطان برشيد السويدي يتقدم على ثاني المراكز، بينما في المركز الثالث الصايلة لسيف بن مبارك بالهواش الخيالي، بينما في المركز الرابع عندنا الوصول من قبل فوارس عبيد بن محمد بن عبيد العامري مع المركز الرابع، بينما في خامس المراكز هنا منصور محمد بن سالم بن مسلم بن عمرور العامري يتقدم على المركز الخامس، سادس التحديات بلقى زعزع علي سالم الكرامة العامري، بينما في سابع المراكز في المركز السابع عندنا اللي غادم هذه مرموقة عامر بن سعيد بن سالم العامري، بينما في المركز الثامن اشوف هنا الوارية راشد بن سالم خليفة ابو رويس دكتوبي، بينما في تاسع التحديات سلام لسعيد بن علي ودرعوس العويسي، المركز العاشر عندك يا ايضا عندك يا مالك مشاهدينا الكرام خيال ناصر بن بديب الحمدان الوهيبي، هذه هي النتيجة أكد النداء للعشر المراكز الأولى، وفينا لمسابقكم هذه الأسماء وهذه الشعارات، عودة من جديد إلى المقدمة، عودة بالصوت والصورة هناك في مقدمة هذا الاندفاع. عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى المركز الأول إلى حشيمة، هذه الآن تسير في موقع الحشمة على مقدمة هذا الاندفاع على المركز الأول، يقدمها محمد بن سلطان بن رشيد
السويدي، نعم برشيد السويدي على مقدمة شوطه الجميلة يتقدمون نحو الصدارة بينما في المركز الثاني الشاهنية سعيد بن سلطان بن محمد العرياني كذلك أهل مزيد يتقدمون على المركز الثاني في هذه اللحظات، بينما بالهواش الخيالي يقدم لنا صايلة سيف بن مبارك بن هواش الخيالي كذلك من زاخر، هذا الشعار يأتينا في هذه اللحظات. بينما في المركز الرابع، المركز الرابع عندك يا ابن مسلم يا سالم بن مسلم الحمرور، هذا شعاره يتقدم اذا صح التعبير مع المركز الرابع، بينما في المركز الخامس بعيد عنه شوي، لكن نعود الى مقدمة الشوط، نعود الى الصدارة، نعود مع الغلاف الجوي الاخير، الكيلو والمتر الاخير، وهنا الان حشيمه اللي على المقدمة، حشيمه اللي على الصدارة الاولى، شعار قدم لنا اسامي وسطر كثير من الانجازات والبطولات، ياتي الان على مقدمة الشوط على المركز الأول، خلاص يا أبو سلطان، خلاص الختاميات على الأبواب، ودايم عودنا جهوزك ياتي قبل الختاميات لكي تحقق الإنجازات من خلال مسيرتك، مقدم لنا الكثير مثل غالية ومثل عالية بالفعل، ونجد والكثير من الأسماء، الله ومرضية، ولكن هنا الوصول أيضا، الوصول من مرموقة، حذاري يا ابو سلطان من مرموقة، عامر بن سعيد بن سالم العمري وصل، ولكن هناك ايضا حركات الشاهنية، سعيد بن سلطان بن محمد العرياني، لكن لين عصاها، راحت حشيمة مع مقدمة الشوط، حشيمة ولكن وصلت الان وتحركت اللي هي مرموقة عامر بن سعيد العمري، وتقدمت اللي هي الشاهنية سعيد بن سلطان العرياني ولكن حشيمة محمد بن سلطان بن رشيد السويدي ولكن الشاهنية تهانينا لسعيد بن سلطان بن محمد العرياني، ينتزع الانتصار، تهانينا على هذا الفوز وهذا الانتصار. المركز الثاني وصلت حشيمة محمد بن سلطان بن رشيد، المركز الثالث يا محمد وصلت اللي هي مرموقة لعامر بن سعيد بن سالم العمري، من احتلت المركز الثالث، هكذا النتيجة تريد الزمن 7 دقائق 46